السلام عليكم. تيست. السلام عليكم. مهند الكاتب، مهندس أجهزة طبية مختص. قصتك تبدي بالتحديد من العام 2015. في هذا العام بالتحديد أنا خسرت عملي في مجال أحدى شركات الأجهزة الطبية، وأيضا كنت بعيد عن الأهل، لأن الأهل مثل ما تعرفون كانوا محاصرين في مدينة الموصل. كنت في حالة بحث مستمر عن العمل، بحث يومي عن العمل، وأيضا قدمت على كثير منح، بس للأسف ما صادفتني أي منحة. إلا أن في أحد المرات في أحد الأيام اتصل بي أحد الأشخاص وأحد الأصدقاء في مجال الأجهزة الطبية، وبلغني أنه مهند أكو حاليا منظمة موجودة محتاجة أفر للأجهزة الطبية، بما أنه أنت موجود بدهوك تقدر تقدم لهم، وهاي فرصة لك، يعني بما أنه أنت الآن حاليا عاطل عن العمل ممكن تستغل هذه الفرصة. في هذه الفترة أنا كنت بحاجة إلى أي فرصة تجيني حتى أستغلها وأستثمرها. في هذه الفترة كان أغلب وقت فراغي بس أقضي على اللابتوب الصغير الموجود عندي، أصمم شغلات بسيطة وأنشرها، وكان يجيني تفاعل عليها شوية يواسي الحالة النفسية التعبانة اللي كنت بيها. والله توكلت على رب العالمين وقلت خلي أصمم لهم، بس هالمرة أريد أسوي شيء جديد بالأفر اللي قدمته لهم. فقررت أنه أدمج القيمة الفنية اللي تعلمتها مع القيمة العلمية الموجودة عندي حتى أقدم لهم أفر فريد من نوعه، على أمل أنه الأفر اللي أقدم لهم يكون مميز من باقي الأفرات اللي لح تشوفها اللجنة المختارة. طبعا المنظمة كانت منظمة GIZ، والأفر كان يسوى، يعني ممكن أحقق به كثير من الأحلام الموجودة عندي. والله إجا يوم الأفر فجتني فكرة أنه أسوي الأفر مستوحى من تراثنا العربي والإسلامي، استخدمت نقوش عربي إسلامية مثل ما تشوفون، وسويت الأفر بالكامل مصحف بالكامل، وقدمت الأفر لهم. طبعا قدمته بالدقائق الأخيرة قبل الغلق. بعد تقديم الأفر بفترة، أيضا طبعا حالتي المادية كانت نحو الأسوأ، وأنا أيضا في الغربة وحيد، إلى أن اتصل بي صديقي مرة أخرى اتصال أنا كنت أنتظره بشغف، وبلغني أنه مهند أبشرك أنه الإحالة بفضل الله صارت علينا إحنا، واللجنة أعجبت بشكل كبير بالتصاميم الموجودة بالأفر. كانت هنا هذه نقطة البداية للانطلاق إلي، أنه حالياً الإحالة اللي صارت عندي أنطتني إنكم قوي جداً يمكنني من تنفيذ كثير من الأحلام الموجودة عندي. بس قررت بالتخطيط الجديد الآن أنه أنا أستغل أستغل الإمكانيات الموجودة عندي، بس أطور نفسي، أريد أشتغل فقط على نفسي، أستغل وقت الفراغ والإنكم اللي جاني من هذه الصفقة أستغلها بنفسي فقط، يعني ما أريد أستغلها أنه أشتغل عند شخص أو كذا. بديت بفضل رب العالمين أنه كونت لي استوديو بسيط جدا، هذا الاستوديو كان البسيط، أدوات بسيطة جدا، وأطرح من عندها التصاميم اللي عندي. اشتركت بكثير كورسات ومواقع أونلاين عالمية وجديدة جدا. بعد هذا التصميم قضيت العام 2016 بالكامل أنا فقط أتدرب على نفسي. كل أوقات الفراغ كنت أقضيها فقط بالتصميم، ما كان عندي حتى، حرمت نفسي من كثير أمور بس في سبيل أنه أوصل للهدف اللي أنا رسمته لنفسي. في أحد المرات تواصل معايا أحد الأشخاص وبلغني أنه هناك منظمة أو هناك مدون اتفاق مع معهد أمريكي محتاجين من عندي سلسلة أفلام. في هذه الفترة كان كل مجال يعني تركيزي هو على التصميم الجرافيك، الدخول للأفلام كان خطوة جريئة جدا، بس أنا كنت محتاج هذه الفرصة في هذه الفترة، ما كان عندي خيارات كثيرة، فاضطريت أنه أقنعهم أنه أنا عندي القدرة على إنتاج الأفلام، وتوكلت على رب العالمين وبدأت بإنتاج أول فيلم لهم. أول فيلم دخل هو فيلم قيامة الموصل. حاولت من خلال هذا الفيلم، إذا تعرض الفيلم، هذه لقطات بسيطة من الفيلم طبعا، بعد تنفيذ هذا الفيلم أصبح هناك تعاطف كبير مع أهل الموصل ومع الكوارث الموجودة. كانت فكرة الفيلم بسيطة، مجرد إحصائيات بسيطة أو إحصائيات عن الدمار والشيء الجرى.
لاحظت تفاعل كبير من كل المحافظات العراقية من الوسط والجنوب، فقررت أنه عملي التالي أنه أطور قدراتي بشكل أكبر يكون مهدى إلى كل محافظات العراق. سويت دراسة مكثفة عن معارك التحرير الموجودة، وسويت فيديو كامل عن نقطة التحول بالانتصار على داعش اللي كانت آمرلي، معركة آمرلي. فيلم آمرلي أو النقطة التالية من هنا طورت من الكاركتر أنيميشن. فيلم آمرلي كان مميز جدا من ناحية الجرافيك ومن ناحية الانيميشن وتحريك الشخصيات، حقق تفاعل كبير من كثير من المتابعين، حقق لي كثير من المتابعين من عدة محافظات اللي إلا أنا أعتبرهم عزوتي وهم رصيدي من دخولي لهذا المجال. لاحقا قررت أنه أستقل بعمل خاص لي، قدمت فيلم الخالدون. فيلم الخالدون كان فيلم انيميشن كامل، يعتبر أول فيلم انيميشن حربي عراقي كامل، وثبت كأول فيلم انيميشن حربي عراقي. تقريبا قضيت 5 أشهر كاملة في تصنيع هذا العمل الكامل، وهذه لقطات مختارة من العمل اللي حتشوفوها الآن. إذا تقبل أي فيلم الخالدون كان طفرة نوعية بالنسبة لي، وكان إضافة كبيرة لمستوى الأفلام الموجودة. كثير من المجلات والصحف من ضمنها جريدة الصباح وجرائد أخرى مهمة كتبت على العمل، أجريت كثير لقاءات مهمة بعد هذا العمل وبعد التكنيك الموجود به المميز، وفتح لي أيضا آفاق كبيرة على كثير من الشركات والوكالات العالمية أنه أستغل الإمكانيات اللي عندي بتقديم أعمال أكبر. لاحقا بعد هذا العمل طبعا وبالذات بالعام 2018 اشتغلت بكثير من الاعلانات التجاريه المنوعه لكثير من الوكالات التجاريه بالذات الخارج العراق. هذا الفيديو اللي بعد هاي مجموعه من الاعمال التجاريه اللي اشتغلتها. التميز بالأعمال التجارية أيضاً أدركني إلى مواقف أعلى، اتفقت مع غرفة صناعة لتقديم عمل كامل كعمل تطوعي للمصانع اللي تدمرت بالموصل لتوفير فرص رزق جديدة. والفيلم الآخر اللي هو مصانع الموصل المدورة طورت من الإمكانيات بشكل أكبر بكثير، وعلى مستوى الجرافيك وعلى مستوى نحت الشخصيات. الفيلم شارك بكثير من مؤتمرات إعادة إعمار الموصل. هذه مجموعة من الصور للفيلم طبعا انتجته بالعام 2018. لاحقا بعد انتاجي لهذا العمل احد المستثمرين شاهد هذا العمل على وسائل السوشيال ميديا، وتقريبا دخلت الى الفرصة الاكبر بمجال صناعة الافلام، لان عرض علي افر كامل لانتاج فيلم بكل الامكانيات المتاحة. دخلت في منافسة مع شركة تركية لانتاج هذا العمل، قدمت لهم فيديو تقريبا من 2 دقيقة، والحمد لله تفوقت. الرسوميات اللي قدمتها والجرافيك اللي قدمته تفوق على الشركة التركية، وقدمت فيلمي القادم. طبعا هاي اللقطات اللي حتطلع من فيلم محطة من الأسطورة هي لقطات حصرية ضمن حدث تيدكس. إذا إن شاء الله
العمل كان مميز من عدة نواحي. بعرض العمل بعدة مهرجانات أولية عرضنا لقطات منه ونجحنا إنه العمل اشتركته شركة فرنسية هي اللي حتوزع العمل إن شاء الله. فالحيكون العمل مؤهل إنه يشارك بمهرجانات مهمة في المهرجان كان ومهرجانات أخرى إن شاء الله. بعد هذا العمل طبعا انتجت بأوقات الفراغ عمل آخر اسمه فيلم الكابتن وشاركت به مسابقة باليو ان دي بي خاصة. المسابقة كانت مهمة جدا وشاركت به أفلام عالمية قوية. أيه. هذا هو فيلم الكابتن موبي. طبعا هذا الفيلم انعرض بسينما اربيل كانت تجربة مميزة لي انه احد افلامي يعرض بالسينما. انا بالسابق كنت يعني اخذ البوشار واروح اتفرج افلام عالمية، الان انا اشوف البوستر مال فيلمي موجود ضمن بوسترات عالمية وشاهد فيلمي. كانت تجربة مميزة جدا حسستني انه التعب الكبير اللي الى الان انا تشوفون ملامح التعب عليه المتواصل لان عملي متواصل بدون انقطاع الحمد لله أدت ثمارها بهذا الفيلم. حصلت به جائزة كاملة جائزة الإبداع بحضور شخصيات مهمة جدا من اليو ان دي بي. ممكن تلاحظ الصورة الموجودة للتكريم بهذا العمل. أي هذه أعمال من توزيع الإضاءة وتوزيع الجرافيك الموجود بالعمل ومستوى التعب بتوزيع الإضاءة طبعا على العمل. أي وهذه طبعا عندي احد الاعمال ايضا تصدر لترند العملي على منصة الارت ستيشن. منصة الارت ستيشن منصة عالمية مختصة بنشر اعمال الجرافيك، فاذا يكون عملك مميز ممكن اذا يصدر الارت ستيشن او يطلع بالترندينج فمعناته انه العمل حصل على نسبة مشاهدات عالية جدا. هذا احد اعمالي المتصدر ارت ستيشن. في هذه السنة اشتركت ايضا باكاديمية خاصة بفن الجرافيك وفن التحريك اللي هي اكاديمية بلو شاتل. هذه صورة من الجائزة اللي حصلت عليها من اليو ان دي بي. هذه صورة للبوسترات فيلمي في سينما امباير في اربيل مع الوالدة. فشي حلو انه تشوف الاعمال اللي عندك تتنعرض بالسينما وتحقق تبدي تحقق الطموح. اما العمل الاخير او الكلمة الاخيرة اللي انا انتجتها بحزن كبير هي للمرحوم اللي احنا اليوم في ذكراه المرحوم ايمن الاعرجي. اشتغلت هذا العمل بألم كبير وانا الى الان اتألم وانا اتحدث معاكم. لن يخطف الأمل وسنعود لنكرر هذا الأمل في كل مرة.